واجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد إيفيتسا داتشيش رئيس برلمان جمهورية صربيا. وخلال الاجتماع أعرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزاز وتقدير مملكة البحرين لعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا الصديقة، مؤكدا حرص مملكة البحرين على توطيد التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والارتقاء به إلى مستويات أشمل في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة. كما أشاد سعادة وزير الخارجية بنتائج الزيارة التي قام بها فخامة رئيس جمهورية صربيا مؤخرا إلى مملكة البحرين والمباحثات التي أجراها مع صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي أكدت على الرغبة المتبادلة لتطوير مستوى التعاون الثنائي بين البلدين لكل ما فيه خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، منوها بالزيارة الناجحة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب إلى جمهورية صربيا في أبريل الماضي، والتي أسهمت في تعزيز أطار التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. من جانبه أشاد معالي رئيس برلمان جمهورية صربيا بمستوى علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا، والتي تستند على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل، مؤكدا على اهتمام جمهورية صربيا بتنمية علاقات التعاون الثنائي مع مملكة البحرين وتبادل الزيارات والتعاون المشترك في المجال البرلماني، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.